يا شعب مصر الكريم، من واجبنا عزل المسؤولين في مصر. نعم، إني أدعو لعزل كل العملاء الذين يديرون مصر من كبيرهم لصغيرهم. إني أدعو العزل لأكبر مسؤول خائن في الدولة لأصغره، واللي على راسه بطحة يحسس عليها. ففي الوقت التي تمر مصر بفترة عصيبة جدا من تاريخها، وفي الوقت الذي تجد فيه مصر محاصرة ويوجد مؤامرات كبيرة ضدها، تجد الخائن العميل الكبير يجلس في عزلته عن الشعب في مخبأه وحواليه حراسته، ويعين خونة وعملاء حواليه وهو مش عارف أي حاجة، وجالس في وسطهم زي الطرطور وهم بيتحكموا في كل حاجة. وفي الوقت الذي تجد فيه إسرائيل تدعم أثيوبيا لبناء السدود هناك لتدمير مصر، تجد الخونة المسؤولين يصدرون لإسرائيل الغاز لكي تعيد إسرائيل إعادة بيعه وتربح منه، ثم تعطي المكسب لأثيوبيا لكي تبني سدود أخرى التي تمثل خطر على نهر النيل، ومن الممكن أن تحجز المياه عن النيل تماما. بدل ما مصر تعمل على إيقاف بناء سدود أثيوبيا وردع إسرائيل بتخويفها مما تفعله، لا، بيصدروها الغاز وبيأخوها. شوف الخيانة. وفي الوقت التي ترسل لنا إسرائيل كل الأشياء المسرطنة، تجد العملاء الخونة يستوردون ويصدرون لإسرائيل ويعملون معهم مشاريع ضخمة، وأيضا يدمرون الأنفاق ويبنون حائط فولاذي لمنع الفلسطينيين من العبور والتحرك عبر الحدود والأنفاق. وفي الوقت الذي يمر العالم ومصر بفترة عصيبة من أمراض وأوبئة منتشرة في كل مكان، تجد العملاء المسؤولين يهدمون المستشفيات الخيرية والمنازل فوق رؤوس سكانها المصريين بحجة إنها غير مرخصة. بالله عليك، أنت مش حاسس بالمصايب اللي أنت بتعملها والكوارث اللي في مصر، ويهدموا لك المستشفيات الخيرية اللي بيتعالج فيها الفقراء ببلاش علشان بتاعة الإخوان المسلمين، ويخترعوا لك أي حجة عن أسباب الهدم؟ أنا مش عارف، أنتوا عايزين تلهوا الشعب عن الكوارث اللي بتحصل بالمصائب اللي بتعملوها؟ يا أخي حرام عليكم، اتقوا الله. في الوقت الذي تنتشر فيه المخدرات والمجرمون الكبار والخمور والشواذ والعاهرات، تجد الحكومة تسجن الشرفاء بالباطل لأنهم قالوا كلمة حق، ويهدمون المستشفيات الخيرية ومساكن الفقراء. يا أخي حرام عليك. طب البلد مليانة شواذ، روح امسكهم، ابقى روح بعد الساعة 1 شارع جامعة الدول العربية او الهرم، وانت هتشوف الشواذ هناك قد ايه. رجالة ماسكين شنط وحاطين ايد زي الستات بالظبط، مش هتعرف تفرقهم بين الستات، مش هتعرف تعرف ده راجل ولا ست. ففي الوقت الذي يعيش فيه المجرمون وتجار المخدرات الكبار والعملاء وابشع انواع المجرمون ويعيشون في حرية، تجد الشرفاء يسجنون بدون أي تهمة أو حتى محاكمة عادلة. تجد المجرمون يعيشون في حرية، وعلشان واحد خرج في مظاهرة ولا راح يودي مساعدات لفلسطين يسجن بتهمة عبور الحدود بدون أخذ تصريح. سبحان الله. أنا عايز أسأل سؤال، الإخوان المسلمين والسياسيين الشرفاء اللي بتحبسوهم وبتسجنوهم وبتحكموهم محاكمة عسكرية، ما تعرفوش ان الناس دولت عندهم اهل، يا اما اولاد واسر، وكلهم ممكن يتشردوا وتضيع مستقبلهم ظلم بسبب طغيانك وتسلطك؟ حرام عليكم. وبعدين ايه حكاية المحاكم العسكرية ديت؟ انا بعتبر اي محاكمة عسكرية لمواطنين عاديين تصبح باطلة لانها تابعة للنظام والذي يحركها هو النظام. طب لو كانت عادلة ليه ما بتحكموش الناس في القضاء او السياسيين في القضاء العادي؟ ده لان العملاء والخونة واعداء مصر يعرفون ان المحاكمات العسكرية باطلة وغير عادلة، وهتحكم على هواهم.
للمواطنين، يعني هتحكم على هوى المسؤولين. وفي الوقت التي تقوم إسرائيل، تقول إسرائيل أن بلادهم من النيل الفرات ويستعدون لاحتلال مصر والدول العربية ويستعدون لعمل مشاكل علشان يلغوا معاهدة السلام، وهم مستنيين بعد ما يخلصوا على المقاومة زي حزب الله وحماس والبلاد العربية الضعيفة، وبعديها تهجم على مصر، نجد الخونة الذين يتحكمون بمصر بدل ما يخلوا مصر تساعد فلسطين ويسلحوا المقاومة، لأن المقاومة هي التي بتلخم إسرائيل وبتلهيها عننا. نلاقي الغباء طالع ومصر طالعة بتهاجم المقاومة ويحاصرونها حتى يمنعوا السلاح القادم من الخارج لها، بدل ما يسلحوهم علشان نحمي نفسنا في المستقبل ونبص للمستقبل، لا بيحاصروا شعب غزة وبيمنعوا عنهم الأكل والدواء. وفي الوقت الذي نجد فيه الآلاف المؤلفة أو الملايين من الفقراء الذين يعيشون في الشوارع ويموتون لأنهم لا يجدون ثمن الدواء ويبيتون في الشوارع ولا يجدون مكان ليبيتوا فيه، نجد المسؤولين يجلسون في مكاتبهم ويشغلون التكييف ويعطون الأوامر لتنفيذها ولا يبالون بأي شيء ولا يشعرون بأي شيء، ولا يشغلهم إلا تأمين نفسهم قبل أن يخرجوا من الوزارة، يا إما بأنهم يلم لهم قرشين أو يبني لهم كام قصر أو يبني لهم جامعة يديروها بعد ما ياخدوا استمارة 6. حرام عليكم، بس الغلط مش عليك، الغلط على اللي عينك. وفي الوقت الذي يهتم العالم بالعلم والعلماء، نجد نظامنا يضطهد العلماء ويطردهم خارج البلاد ويسجنونهم، واختراعاتهم بتفضل في مكاتب المسؤولين بالسنين ومش بتخلص، مش بتوافق على الاختراعات ولا اي حاجه. وفي الوقت الذي نجد فيه الغرب والكفار من الامريكان والناتو وغيرهم يحشدون لنا حشدا ويتحدون لمحاربتنا ودحرنا، نجد المسؤولين هنا وكبيرهم يعملون الفتن فيما بين العرب والمسلمين، ويعملون فتن يعني. وبعد كل دوت تجد هؤلاء المسؤولين العملاء يوجهون كل وسائل الاعلام، بعد كل المصائب اللي احنا شفناها تجد هؤلاء المسؤولون العملاء يوجهون كل وسائل الإعلام الدولة اتجاه المغنيين والمغنيات بتوع هشك بشك، ويوجهون كل وسائل الإعلام باتجاه الكورة. لقد وضعت القليل من النقاط التي تؤيد حجتي للعمل على عزل المسؤولين فورا، كل المسؤولين الخونة بالدولة من كبيرهم لصغيرهم، ومحاكمتهم محاكمات قاسية ليكونوا عبرة لأي شخص تاني، بس هم كانوا بيحاكموا الشعب محاكمات عسكرية، احنا هنحاكمهم بالقضاء العادي العادل المستقل. المشكلة مش في المسؤولين، المشكلة في اللي فوق المسؤولين. طب بقاله قد ايه بيعين مسؤولين كام سنة، وبرضه كل مرة المسؤول اللي بعده بيكون أسوأ من اللي قبله، اني ادعو الى عزلهم مع انهم مش هيسيبوا اماكنهم، لانهم لو فعلوا كده عارفين ان الشعب هيحاكمهم محاكمة قاسية ويصادر كل ممتلكاتهم وهينفوا خارج البلاد، ولذلك يجب ان نتخذ اجراءات اخرى قاسية. وشكرا، اني ادعو الشعب المصري والعربي الى الوحدة والابتعاد عن اي فتنة، نحن والعرب كلنا واحد. يا رب يا رب في اي مصر، يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر، يا رب يا رب يا رب في اي مصر، يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر، احفظوا المصري المكان واحنا على العهد اللي كان، احفظوا المصري المكان اللي كان، مصري اوفى بالزمان وانتوا عارفين شعب مصر، يا رب يا رب يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر، يا رب يا رب يا رب في اي مصر، يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر، احفظوا المصري المكان المكان اللي كان،
اللي خانوا العهد بالناس واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة واستكانوا للخواجة مستحيل حيكونوا منا احنا حاجة وهم حاجة اللي خانوا العهد بالناس واستباحوا كل حاجة واستهانوا